أنتقل إلى سؤال نفسي يطرحه كريم من المغرب. هو يقول، يعني هذا سؤاله: كيف أتعامل مع زوجتي بسبب مبالغتها بعمليات التعقيم والنظافة منذ بدء أزمة كورونا؟ إذن تجيب طبعا على هذا السؤال ضيفتي من بيروت دكتور كارين إليا. دكتور كارين، أهلا وسهلا بك. يعني يبدو أن هناك مساء النور، أن الزوج ضاق ذرعا ب يعني مبالغة الزوجة في مسألة التعقيم والنظافة وما شابه، وهو هنا يسأل كيف يمكنه التعامل معها. يعني لربما هو يريد تغيير هذا الأمر فيها، أو ربما التأقلم مع هذا الموضوع. يعني الأمر لك دكتور كارين. نعم، يعني هي الجواب شقفتين قسمين. القسم الأول هو في جزء منه مضطر يكون عم يتكيف، لأنه معظم الأشخاص يلي عندهم استعداد ليكونوا عم بيعيشوا حالات وسواسية نتيجة القلق، وتحديدا بظروف استثنائية بيزيد القلق عندهم. فالاستجابة لهالتعامل مع القلق هي اللجوء لهالكسرة الغسيل وإعادة التنظيف والتأكد أنه نحن نظفنا الأمور، ومش بس منكتفي أنه نهتم بنظافتنا وغسيلنا، دايما منتعب يلي حولنا يلي هن ما بيعيشوا نفس حجم القلق والخوف من الجراثيم، فمنصير كمان عم نكون متعبين بالنسبة لهم. هيدي نقطة كتير مهمة يفهموها الشركاء بالثنائيات، أنه نحن قدام شريك عم بيعيش حالة قلق. إذا بقله وقف تعمل هالاشياء او خفف تنظيف، هو ما عنده هاد القدرة، لانه سلوكه هو ناتج عن قلقه. لهالسبب بقسم منها انا بدي اتفهم واستوعب، وبالمطرح الثاني ما بدي يكون عم بعمل ردة فعل عدائية. يعني بقدر ما شريكي بيكون عم بيروح على الشق المبالغ فيه من التنظيف، انا ما بدي روح على الشق المبالغ فيه من مراقبة شريكي بالتنظيف وكسرة الملاحظات، لأنه منفوت بدوامة تانية من الأمور نحن الطرفين ما عنا القدرة على حلها بوقت نحن اثنين مضطرين نكون بكادر معين. لهالسبب الشخص يلي بيلاقي حاله عم بفوت بهالمبالغة، مش غلط يتصل بمتخصص للاستشارة، لأنه أحيانا استشارة معينة بتخفف حدة القلق، وتلقائيا الريتشول يلي بيعملون نتيجة هالقلق بخفوا. ومن الشق الثاني الشريك بده يغض شوي النظر عن شريكه يلي بيتصرف بهالسلوك. صحيح، ولربما هي لا تبالغ، يعني قد تكون هي بالفعل تقوم بالمتطلبات الأساسية للتعقيم الأشياء وتعقيم المنزل، ويكون نعم. هو ذلك في نظر الزوج أنه هذه مبالغة، يعني قد يكون هذا احتمال أيضا. نحن وقت نكون ساكنين بقلب المنزل وما عم نظهر نروح على مطارح بتعرضنا للخطر، وقت نفوت بتنظيف مبالغ فيه، لا، بطل تنظيف صحي وبطل تنظيف الطبيعي المنطقي يلي بينطلب منا نحن. لأنه اليوم وعم نشوفها كتير خلال كورونا، في كتير أشخاص هن قاعدين بالمنزل ما عم يتعرضوا لأي تخالط، كل شوي بيقوموا بغسلوا إيديهم، بعقموا الأسطح، بنظفوا. هيدي حالة بطلت حالة طبيعية. إذن هو المنطق مطلوب في كل الحالات.